جامعتنا. 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 جامعتنا لإذاعة قوس نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا نواصلوا مواكبتنا متابعتنا نهار 12 ماي 2024. تظاهرة سوشيال ميديا كامب 2024. التظاهرة ذي باش تصير في القاهرة وين باش تجمع عدد كبير برشا من الطلبة اللي باش يكون عندهم دور ومشاركة في التظاهرة هذه. التجارة الإلكترونية في الوسط الطلابي الموضوع هذي مهم برشا. واحد من منظمي التظاهرة أحمد هم مرحبا بك. مرحبا بك، شنو حوالك؟ اهلا وسهلا بك، شنو حوالك انت احمد؟ لا لاباس، شكرا اذاعه قفصه على الاهتمام بمثل هذه المواضيع. مرحبا بك ونرحب بكافه المستمعين، وان شاء الله معناها نفيدوا العباد من موقعنا هذا ان شاء الله يا رب. فكره هل التظاهر هذه اللي بتجمع عدد كبير برشا من المواطنين من المستفيدين من التظاهر هذه بكل التفاصيل نتاعها، منهم الطلب اللي باش يكونوا حاضرين في علاقه بالتجاره الالكترونيه، كل ما يخص البيع والشراء على الانترنت، شنو تنجم تفيدنا في الخصوص هذه خاصه بالنسبه للطلبه؟ بالنسبة للطلبة هما من أكثر العباد، حتى للفئات الأخرى من أكثر الفئات اللي نجم يستفادوا، خاطر احنا باش نحكيو على مهن المستقبل. اي ولا مهن المستقبل منجم يفيد فيهم كان خبراء. عندنا ما شاء الله خبراء معناها موجودين في تونس، عندهم تجارب كبيرة في العالم، تجارب ناجحة وشركات. خممنا على علاش لا ما يصيرش تبادل الخبرات، وعلاش احنا ما نخدموش على جيل جديد ويواكبوا التطورات، خاطر احنا كما نعرفوا احنا في عالم متصل بعض وعالم كونكتي، عالم كل يوم ما تجي حاجه جديده. وصراحه فما حاجه انطلقنا منها، فما برشا مفاهيم وبرشا معناها حاجات تطلع والا جينا ما يتمش معناها الاخذ بها كما يلزم ولا فهمها كما يلزم. هذاك الحاجه اللي انطلقنا منها، ان باش نحاولوا ان ناطروا ونفهموا التكنولوجيا هذه معناها بالنسبه للطلبه خاصه. باهي، التظاهرة باش تصير نهار 12 ماي في القيروان، شنو تنجم تفيد الطلبة حتى كنصائح أولية من خلال ما باش يكونوا الخبراء اللي موجودين يعني وحاضرين باش يفيدوا به الحاضرين، شنو نجموا نحكوا فيه الموضوع هذا أحمد؟ بالنسبة للموضوع هذا فيه برشا ما يتحكى، خاطر باش نتطرقوا له من جوانبه الكل. ابتداء ساعة باش نشوفوا لي ميور براتيك ولي تكنيك اللي فوالا لي تكنيك اللي موجودين هما في الايكوميرس، جست رقم على الايكوميرس حسب البنك المركزي في سنة 2022. المبادلات معناها المبادلة معناها نتاع التجارة الإلكترونية في تونس المليار دينار. معناها نحكيه على صناعة رائدة نجم انت معناها تتحقق بها دخل، نجم يعني تخدم بها لسوق الشغل. ما نجموش احنا توا في عالم كما قلت لك عالم كونكتي والبيع الكتروني والإيكوميرس بصفة عامة ميكي دو فوتور، وهي معناها استنبز ناس في حد ذاته هما الطلبة اللي باش يكونوا بحذانا، مهما كانت يعني انتظاراتهم باش يستفادوا، خاطر فما شكون يحب يكتشف المهنة زي وعلاش لا يكون نهار آخر موجود كومان اكسبيرت الدومين، فما شكون نهار آخر يحب يعمل مشاريع. وإحنا قاعدين نلاحظوا اللي ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة قاعدة تزيد. نصور أنا طموحات الطالب مش كما مثلا 20 سنة التالي كما تو. وهو زاد فما حاجة مهمة اللي الطلبة تبارك الله عليهم كلهم يعني مواكبين التطورات هذيا، وكلهم معناها يحبوا يدخلوا ويحبوا يكتشفوا، يعني عندهم يعني فاهمين لي برانسيب معناها مش وعندهم يعني حاطين حتى توجهات لبعضهم واللي هما يحبوا يمشيوا في الميادين هذيا. اما كما قلت لك ديما ناقص التعطير ما عند الخبراء
وهذا دور مهم باش يلعبوه ليزيكسبير، انه متصور خبرة سنوات من التعلم والتجارب وكل شيء باش ينقلها للطالب، والطالب ينجم معناها يعتمدها وينطلق. كان نجم نعطيك المحاور الممكن باش تناولها. اي تفضل. الظاهرة هذيا نحكيو على توسكي معناها مواقع التواصل الاجتماعي وكيفاش هي نجم تستعملها بطريقة احترافية. واحنا ديما نعرف مواقع التواصل الاجتماعي اختار انت ولست استعمال روا كما نجم يكون اختار معناها على الشاب ولا على الانسان، كما تنجم تكون وسيلة نجم تدخل منها فلوس. والامثله برشا في تونس وما شاء الله على البيع عن بعد قاعد معناها ماشي مش نورمال. ثم زاد باش نتناولوا مواضيع ريادة الأعمال وكيفاش ريادة الأعمال توا من منظور الاقتصاد الرقمي تبدلت. خاطر قبل مثلا باش تعمل انت ان بروجي لازم مثلا سامحني نسمع فيك. لازمك مثلا قبل باش تعمل ان بروجي لازمك تكري لوكال، لازمك ما نعرف شنو، لازمك مثلا تعمل تيندا تشري ماتريال وكل بروسيسيس هذاك الكل. فهو مع التجارة الرقمية نجم تبدأ في الخدمة متاعك ولا تبدأ في مشروعك من دارك. باهي فما تام آخر زيدا فما انتري جرون بروفيل عن ستارتاب موجودة في تونس تعاون العباد اللي حتدخل في التجارة الإلكترونية. معناها هو معناها خدمته زي في كل عام معناها طول العام يخدمها. ينجم معناها إذا كان واحد عنده فكرة متاع مشروع ينجم مثلا يتواصل معاه ويكمل معاه يكمل معاه معناها الباركور. فما زادة باش نطرقوا للذكاء الاصطناعي ولا ما أدراك ما الذكاء الاصطناعي للحديث الدنيا والناس الكل يعني تحكي فيه. أما ديما قلت لك ديما التأثير حاجة مهمة. فما زادة مش نطرقوا لليسيت ويب وعالم الويب وما فيه معناها من إمكانيات كبيرة باش يكون معانا خبراء باش يعلمونا كيفاش مثلا نخدموا عن سيت ويب، كيفاش نردوا منه فلوس. احنا نحكيه هنا بزنس، نحكيه فرص، نحكيه خاصة بالنسبة زادة للطلبة اللي هما متخرجين باش يلوجوا على فرص وبحث عن العمل. هذه الانترنت اليوم نجم تكون فيها افاق وتنجم تكون فيها فرص للشغل. احمد همات موفقين ان شاء الله، يعطيك الصحه على البادره هذه بتنظيمك للتظاهره. شكرا ليك وان شاء الله موفقين. عايشكو شكرا لكم ونشكر ساعه لي بارتنير تاعنا الكل اللي بالحق فما كسر تضامن كبير حتى من الجامعات الموجوده في قروان. وعندنا ضيوف من كامل تراب الجمهوريه وان شاء الله اليوم هذايا وراه مازال مفتوح التسجيل اللي يحب يكون بحذانا. ينجم يدخل للمواقع نتاعنا سوشيال ميديا كامب ولا سوشيال ميديا كلوب تونيزيا ولا يلقى الاستماره يعمرها. ومرحبا بالناس الكل ومرحبا بكم انتم إذاعة قفصة وشكرا مرة أخرى. شكرا لك، يعطيك الصحة. مواصلين معكم في جامعتنا على إذاعة قفصة.